واش اللاعب اوناحي تسطى من مورا ما مارك اللاعب عز الدين اوناحي على فريق تنزانيا دار واحد الاحتفاليه اللي نوضت الصداع. دار راسو انه كيبكي ونوض من موراه واحد الزوبعه صحفيه كبيره. تاني عز الدين اوناحي الذي استحق ان يكون نجم لمباراه اليوم. عز الدين اوناحي في ظروف مناخيه مماثله اكيد في دي كونديسيون باغي ماشي سهله. ناضوا بزاف كيقولوا انه كيدق على المصريين والبعض الاخر قال انه كيقصد اشخاص اخرين. اليوم غادي نقول لكم واش فعلا كيقصد المصريين او لا لا، وما هاد المصريين اصلا. كاع العرب كيخسروا، جميع الفرق العربيه خسروا الا المغرب. اشنو خصنا نفهموا من هادشي واشنو خصنا نديروا حنا كمغاربه؟ دابا كنلاحظوا ان الاعلام المصري مقسوم على جوج، كاين اللي كيقول ان اوناحي زاد فيه وعيق وكيستفزهم وكيطيح بالانجازات ديال المنتخب المصري ديالهم اللي دا اكبر عدد ديال الالقاب الافريقيه واللي هو منتخب كبير، وكيقولوا انه احسن منتخب في افريقيا، وان كاع داكشي اللي دار راه ماشي زهر او لبكة او لا طيحان. دابا علاش كاين هاد الحزازه بالضبط مع مصر؟ فاش كنهضروا على المنتخب المصري هو المنتخب اللي قصانا جوج ديال المرات في ربع النهائي ديال نفس المسابقه، والطريقه باش قصاونا في جوج خطرات فيها الاخذ والرد. كاين اللي كيقول قصاونا باللعب وكيستحقوا وكيلعبوا احسن منا داكشي علاش ربحوا، وكاين اللي كيقول انهم كيربحونا بالبكاء وبالشكا وان المنتخب ديالنا كان كيستحق انه يربحهم في جوج خطرات، وكيقولوا ان المنتخب ديالهم فيه الخشونه وفيه التبوحيط وفيه البكاء. من الاخر كيقتلوا اللعب، فاش كيماركيو هدف كيرجعوا اللور وكيبقاو يطيحوا وكيبقاو يتبوحطوا وكيحاولوا يلعبوا على الاعصاب ديال الفريق الخصم ديالهم. وهاد الناس كيقولوا ان هالطريقه اللي كتستعمل مصر تقدر تكون تاكتيك، تقدر تكون خطه، تقدر تكون فلسفه لعب، المهم كتصدق ليهم. ما عليناش، من مورا ما دار عز الدين اوناحي داك التصريح اللي دار زوبعه اعلاميه وقال فيه انهم كيتبوحطوا وكيبكيو وكيشكيو وانهم كيبقاو يطيحوا بزاف. واحد الوقيته بدات كتطفى هاد الزوبعه، بدات كتطفى العافيه ديالها، حيت كيف ما قلت لكم الصراع راه تاريخي بين جوج بلدان. حتى لهاد الاربع فاش دخل المنتخب ديالنا يلعب وفاش عز الدين اوناحي ماركا وفاش دار واحد الاحتفاليه ديال البكاء ويتعاود تشعل عاود نوضها، وتما عاوتاني كاين اللي قال انه كيقصد مصر والمنتخب المصري والاعلام ديالهم اللي كيبكي، وكاين اللي قال انه كيقصد المدرب الجزائري ديال تنزانيا اللي حتى هو قبل ما يبدا الماتش ومور ما سال الماتش هو كيبكي ويشكي. قبل ما يبدا الماتش قال لهم ان المغرب كيشري الماتشات، كيشري الحكام، متحكم في لاكاف. كل واحد وحده، احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، لعبونا هما على 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي هم يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامم تاع الامور تاع الكره تاع الافريقيه. واش تحب نقول لك؟ حنا انا نتبعوا. ومني سال الماتش قال انهم عطاهم حمراء، ان المغرب ما كانش خصو يربح، ان كاين الظلم. المهم البكا والشكا اثر علينا ما فاش المسار، اثر علينا كثير. لولا ما كانش قدر هذا كان نقدروا يعني نحاولوا باش نكونتري المنتخب المغربي، ولكن هذه كره قدم وهذا هو التحكيم في افريقيا. واش نقدر نقول؟ ربما غلط. شنو كانت التعليمات في المباراه؟ واش الكره المغربي صح يعني الطقس كما تاع اليوم ما لازمش خليهم يلعبوا وما يلعبوا على الارضيات، نحاولوا باش ناخذوا الكره بدون يعني ما نديروا ايفورت باش نديروا يعني مجهودات كبيره، ولكن المهم فيليسيتاسيون بور ماروك ان شاء الله التوفيق في الماتش. شفنا يعني التدخلات ديال بعض اللاعبين كان كيخافوا يعني التدخلات خاشيه من تكتيك قاضي من جهه كل لاعب يعني. انا دائما فور بلاي سي امبورتون، يفو بروتيجي لي زارتيست باسكو كاين دي جوار سي دي بون جوار يفو بروتيجي سي تو. ومن مورا هاد الماتش جا الجواب على هاد السؤال، شكون كان كيقصد عز الدين اوناحي بديك الفرحه اللي منوضه لها يلالا؟ اللي غنعطيكم دابا من قبل ما نعطيها لكم بغيتكم تركزوا معايا. فاش سال الماتش خدا عز الدين اوناحي رجل المقابله لوم دو ماتش، النحيله زنزنات في التيران وتبارك الله عليه يستاهل من الاخر. وتم خرج كاع الاعلام العربي كيمدح في عز الدين اوناحي وفي لابيرفورمونس اللي دار عز الدين اوناحي، كلشي كيقول ان عنده مهارات عاليه وانه لاعب موهوب، ومنهم الاعلام المصري. لانه لا اتصور ان عز الدين اوناحي لاعب المنتخب المغربي اراد تشكيك باي حال من الاحوال في الانجازات التي تحققت لكره القدم المصريه، والتي نعترف نحن المغاربه على ان كره القدم المصريه تسيدت المشهد الكروي الافريقي. حتى من حفيظ الدراجي المذيع ديال بين سبور اللي ما كيحملش شي حاجه سميتها المغرب ولا المنتخب المغربي ولا فوزي القجع بدا كيمدح فيه. بقاء ومنتظرا طبعا امتدادا لكل الترشيحات التي تذهب الى ترشيح المغرب على الاقل للمنافسه على التاج الافريقي الذي غاب عن خزائنه منذ سنه 1976،
دخول البارحة أمام منتخب تنزانيا وفوزه بالثلاثة بذلك الشكل بقيادة أناحي الذي يعتبر بالنسبة إلي على الأقل واحد من أفضل ما أنجبت الكرة المغربية حاليا ذلك النحيف. ولقد لي ديال هاد الماتش كان أول تدريب ديال أسود الأطلس قبل ما يواجهوا الكونغو الديمقراطية في ماتش صعيب غدا بإذن الله مع الجوج اللي غتكون فيه درجة الحرارة طالعة والرطوبة طالعة. وفي هاد الحصة التدريبية الصحفيين مشاو كيتقربوا من اللعابة وكياخذوا تصريحات ديالهم وخداو التصريح ديال كابتن وليد الركراكي. والركراكي على شنو هدر؟ ما ركزش على الكونغو، ما ركزش على الماتش ديال تنزانيا، ركز على عز الدين وناحي. موا سي ان غران ريسبيه بالنسبه للفرقه ديال مصر وعلى الشعب المصريين، وان شاء الله يربحوا اليوم بالليل. هادشي اللي بغينا حنا، حنا خوت، حنا غاديين بيناتنا، وعازين تو عارفه، وبالعكس عنده احترام كبير بالحق على لو جاز ديال البارح، ما عندها حتى علاقه عليهم، ويمكن كاين شي ناس اللي باغين يديروا شي صداع على والو. فوالا اللي نقدر نقول هي هادي. فاش كنهضروا على المدرب وليد الركراكي يعني انه راه جلس معاه تيطا تيط وجرو وعرف الشاده والفاده اش كيدور في راس اناحي، وقال ان داك الاحتفال ما عنده حتى شي علاقه بمصر. وليد الركراكي كيعرف مصر مزيان، فاش كان كيدرب في البطوله وفاش كان كيدرب في الوداد وتحك معاهم مره ما جوج وحيد لهم الكاس من فمهم، يعني عارف دوك الناس كيفاش كيفكروا. وقال ان اناحي راه ما دارش ديك الاحتفاليه باش يدق عليهم. انتوما في نظركم واش بصح هاد الهضره اللي قال وليد الركراكي ولا غير بغى يطفي العافيه؟ قولوا لي في التعليقات. في نفس الوقت انا كعزيز نوفل كنقول خاصنا نرجعوا الله سبحانه وتعالى، حيت حنا امه وحده، عندنا دين واحد، عندنا ثقافه وحده، علاش غنبقاو نتسابوا مع بعضياتنا؟ الاعلام ديالنا ينوض يشرشم فيهم، الاعلام ديالهم ينوض يشرشم فينا، الجزائر كتهاجم في هادو، هادو كيهاجموا في الاخرين، وحنايا وحدين. حنا امه الرسول صلى الله عليه وسلم، كيجمع بيناتنا الدين، حنا اخوه، حنا جسم واحد. وهادشي كامل راه كره ورياضه ولعبه من الاخر، بلا ما نبقاو نكبروا ونزيدوا فيه. بحال مغربي، بحال جزائري، بحال تونسي، بحال مصري، الا خسر شي واحد فينا خصنا نكعوا كاملين، والا ربح شي واحد فينا خصنا نفرحوا كاملين، حيت هذه هي الوصيه اللي خلاها لينا احسن خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم. كنستغرب فاش كنشوف ناس كيشجعوا فرقه بعيده علينا ثقافيا، بعيده علينا دينيا، بعيده علينا لغويا، ضد فرقه عربيه اللي بحالنا ومسلمه بحالنا. انا ما كنفهمش هاد الشيء الاخوان، ما كيتفهموش ليا هاد الناس. مصر ربحونا جوج مرات، ولكن راه كوره هذيك. الا تلاقينا بمصري في شي بلاد اخرى راه غيكون خونا، الا تلاقينا بجزائري في بلاد اخرى راه غيكون خونا، تونسي خونا. وهاد كاس افريقيا راه غير لعبه الاخوان، اللي لعب مزيان الله يسهل عليه، خسرنا نبقاو خوت. هاد الزوبعه كامله اللي حاولوا ينوضوا على اللاعب عز الدين اناحي، انا كنقول ما خصهاش توشوش عليه، ما خصهاش تدخل ليه في راسه، ما خصش الذباب الالكتروني اثر عليه، خصهم يتكونسونطراو وغدا باذن الله يجيبوا لينا 3 بوين، وديما تفكروا اننا امه واحده، وهادي اللي كتشوفوا راه غير لعبه.